يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يغش الكافر أو أن يبخسه حقه؟ لا ما يجوز غش الكافر. المؤمن ليس لا يغش ولا يخون ولا يخدع، بل يكون صادقا مع المؤمن ومع الكافر، ولا تبخس الناس أشياءهم، هذا عام للناس كلهم، ما يجوز. الكافر واثق منك، وهذا يسيء إلى الإسلام أيضا، إذا غشيت الكافر هذا يسيء إلى الإسلام وينفر من الإسلام. نعم.